وسط الأسبوع يبدأ يومنا مع صلاة الفجر، يبدأ وقت الفطور، يبدأ وقت الأطفال شويتين، وننغمس في جليسة والأطفال يروحوا عند جليسة. في الويك إند بنصحى بنسوي أكتيفيتيز، في نلعب مع بعض، سبند تايم مع الأطفال، لأنه وسط الأسبوع إحنا مقصرين جدا. أنا ابتسام عبد المجيد، شريك مؤسس جليسة ومديرة التشغيل. محمد ميس، المدير التنفيذي ومدير التقنية. الجليسة هي بديلة الأم بشكل مؤقت، هي بتساعد في تربية الطفل وتغرس فيه العادات والتقاليد حقتنا، فهي مننا وفينا. الجليسة عندنا نوعين، جليسة بتروح للأب والأم فين ما كانوا، الخيار الثاني إنه الأب والأم بيفتحوا بس الأبليكيشن حيلاقوا حواليهم جليسات مرة كثير. أي ما يكتب بالنسبة لنا كشركة أعطانا إكسبوجر، خلانا نجلس مع مستثمرين مرة كثير. الاستشارات كانت بتساعدني أكثر، كنت بستفيد منها شخصيا في جليسة، وشخصيا كابتسام بتتعلم أشياء جديدة في مجال ريادة الأعمال. يعني فعليا نورتولي عقلي وأعطيتوني مجال أقدر أخدم المجتمع وأساعد في بنائه.